شرف 8 آذار أقامت جامعة الأزهر احتفالاً جماهيرياً باليوم العالمي للمرأة، وقفت على أبرز مناقب سيدات فلسطينيات، سطرت التاريخ أسماءهن في سجل النضال الوطني الفلسطيني الحافل بأدوار البطولة للمرأة الفلسطينية. تقيم الجامعة هذا الاحتفال تقديراً للمرأة الفلسطينية والتي أشاد بها فخامة الرئيس محمود عباس عندما قال عن المرأة الفلسطينية هي نصف المجتمع، بل هي النصف الأجمل والنصف الأحلى. كل عام والمرأة الفلسطينية بخير في كافة أماكن تواجدها، كل عام وأسيراتنا وأسرانا البواسل بألف خير. في مثل هذا اليوم تصدر المرأة وتؤكد على أنها شريكة في كافة مجالات النضالية جنباً إلى جنب مع الرجل. أخوات دلال المغربي في المكتب الحركي المركزي كان لهن دور بارز في الحضور وترك بصمتهن بهذه المناسبة، كما انتصف الحفل كلمة مصورة لوالدة الشهيد إبراهيم النابلسي، وجهت من خلالها دعوة لكل سيدة فلسطينية بالصبر والثبات ومواجهة الاحتلال حتى نيل حقها السليب. تأتي هذه الفعالية لتكريم المرأة أينما كانت، المرأة الفلسطينية على وجه التحديد داخل جامعة الأزهر بشقيها الطالبات الماجدات والعاملات بشقين الأكاديمي والإداري. هذه الفعالية تقوم بها أو تنظمها جامعة الأزهر وشبيبتها الفتحاوية، أخوات دلال المغربي والمكتب الحركي المركزي، لجنة المرأة، لكي تقول للعالم ولكي تقول للجميع أن المرأة لها مكانتها الخاصة. انطلقت المرأة الفلسطينية، وخير مثال على عطائها الأخت دلال المغربي. ليس منا وليس فينا من لا يعرف من هي دلال المغربي، الشهيدة المناضلة الثائرة التي ضحت مع إخوانها في من أجل الهدف المنشود الدائم، وهو التحرير وعاصمة دولتنا وإقامتها الفلسطينية القدس. ووسط ردود فعل الحاضرين وكلمات مؤثرة ألقيت، كرمت لجنة المرأة سيدات مؤثرات تركن بصمتهن كل في مكانه، ليشكلن بذلك نموذجاً فريداً للمرأة الفلسطينية يتوقف عنده الجميع. من غزة، سالي السكني، تلفزيون فلسطين.